في حلقة اليوم من برنامج كتاب عندنا لقاء جميل وبالصدفة مع السي حمد اللي تحدث لنا وتكلم لنا علاش تفضل أنه يقرب المقهى، ولقاء كذلك ممتع مع الشاعرة مليكة العاصمي أول أستاذة جامعية في تاريخ المغرب. أستاذة مليكة العاصمي، شكرا على قبولك الدعوة. سؤال الأول، أول ديوان سنة 1987 كتابات خارج أسوار العالم، آخر ديوان تصبح فرسا سنة 2021، أشنو هو الفرق بين الديوانين؟ أولا ديوان كتابات خارج أسوار العالم ليس من سنة 87، هو في الحقيقة ابن سنوات الستينيات وتأخر إصداره. كان يفترض كان تقريبا في المطبعة، وكان مفروض يصدر في سنة 70 و 72. المهم أنه تأخر إلى 87، ولكن التجربة والديوان في أساسه هو من الستينيات. ثم الآن مسافة كبيرة ما بين 60 إلى 21، إلى 2021. 2021 تجربة جديدة في الحقيقة، أن كل ديوان يعبر من جهة عن مرحلته وعن القضايا المطروحة في تلك الفترة، سواء القضايا الخاصة أو العامة. قضايا يمكن نقول أن التجربة في نهايتها هي تجربة تاريخية، وعندما نتحدث عن التاريخ إذن نتحدث عن كل ما يحفل به التاريخ العام، التاريخ العام يعني الأمة الإنسانية كما في تفاعلاتها في تلك المرحلة. والآن هذا فاصل زمني كبير، وأيضا تحولات كبيرة. أو على المستوى الشخصي، صبية آنذاك، تجربة صبية أو مراهقة ليست هي تجربة اليوم، على كل المستويات اللغوية الفكرية إلى آخره. بصفة عامة نتكلم على الجانب، يعني نتكلم على الشعر بصفة عامة، نتكلم على العوالم ديالك الشعرية. عوالم الشعرية هي في الحقيقة في مجموعة دوائر، الدائرة الكبرى العامة التي هي دائرة السلام والأمن في العالم، والصراعات المطروحة والمشكلات التي تتخبط فيها الإنسانية، والقيم، أنواع القيم السائدة في كل مرحلة من المراحل. هذه الدائرة الكبرى، الدائرة الإنسانية. ثم الدائرة الموالية التي هي دائرة الأمة العربية، دائرتنا المغربية، الصراعات، التحولات، الحياة الاجتماعية كما هي في مشاكلها وأيضا في جمالياتها. ثم الذات أيضا في قلب المعركة، سواء كذات عامة أو كذات أنثى، أيضا في تحولاتها الإنسانية. القضايا السياسية موجودة بشكل كبير وقوي في التجربة الشعرية. تعرفتي بواحد يعني واحد فترة يعني كنت مناضلة، واش الكتابة هي نوع من النضال؟ أكيد أكيد الكتابة تعكس كل هذا، لأنه كما قلت لك التجربة الشعرية هي في برمتها تجربة نضالية. حتى عندما تتحدث عن الذات التي هي الأنثى في وضعها الاجتماعي، اقتصادي، الثقافي، الإنساني العام،
قضاياها ومشكلاتها وما تعانيه إلى آخره، بحيث عملية بالنسبة لي الشعر فعلا فعلا تجربة إنسانية خاصة وشعورية، لكن هو أيضا تجربة نضالية. تكلمتي على الذات جوج المرات، شنو تغير الزمن في ذاتنا؟ يغير ولا يغير. أنا شخصيا أحس أنني أنا هي أنا، لم أتغير كثير يعني في إحساسي الخاص. طبعا شخت أكيد، والزمن بالتأكيد يلعب دوره في السمات وفي، لكن الفكر، أنا في رأيي أن الفكر والمشاعر أساسية، ويمكن بعض الأشياء البسيطة تتغير ليس كثيرا. أعتقد أن الزمن، أنا شخصيا في تجربتي الخاصة، الزمن لم يغير فيه كثيرا، لأن القضايا وربما المشكل أيضا كامن في أن نوعية الطموحات التي رافقتني من الطفولة ما تزال قائمة. لم أشعر أنني حققت تلك الطموحات التي كنت أتعلق بها وأعمل وأناضل من أجلها، أناضل من أجل مجتمع ومن أجل إنسانية، مجتمع إنساني يسوده الأمن والمحبة. المحبة أنا بعد من أهم أبعاد الكتابات ديالي والأشعار هي هذا البعد، المحبة. لا عمرك ما انقطعتي على الكتابة، وكأنك يعني كما كيقول ديكارت أفكر أنا إذا أنا موجود، فأنت أكتب إذا أنا موجودة، يعني أنت محتاجة أنك تكتبي. قبل ما نتكلموا على من بين بعض الكتابات تاعك اللي ماشي شعرية، هو موسوعة حضارة مراكش، درنا واحد، كنت جالس في مقهى تلاقيت رجل يعني كيقرا في مقهى، وسولته علاش كتقرا في مقهى، وكانت الإجابة ديالو جميلة جدا. نخليك مع هذا اللقاء. مبدئيا المقهى جعلت للاجتماعات بين الناس وللقراءة ولتبادل الأفكار، والكتاب المرموقين في العالم، هنا سوق جون بول سارتر ولا سيمون دو بوفوار، يعني الفلاسفة الوجوديين في فرنسا في القرن الأخير، يعني كل الأفعال وكل ما كتبوا كل ما نقشوا غالبا نقش في المقاهي، حتى أصبحت تلك المقاهي تحمل أسماءهم، وذلك الكرسي الذي يجلس عليه ويكتب لا زال يحمل اسمه. إذا المقاهي لها دور ثقافي في الأول، ولكن هنا تغيرت الأمور فأصبحت المقاهي لها دور آخر. يعني منذ السبعينات ونحن مجموعة من الشباب كنا نذهب إلى مقهى ثقافي واحد يوجد في أكادير، ومن خلال ذلك المقهى كنا نناقش ونقرأ ونتحدث ونلخص. منذ ذلك الحين أصبحت أحمل ذلك الماضي إلى الآن، ولا يمكن أقرأ في منزلي طبعا، ولكن غالبية الأوقات أقرأ في المقهى. أستاذة ملكة العاصمي، موسوعة حضارة مراكش بين زمنين، واش انتي تحملي نقل مراكش في قلبك؟ طبعا احمل مراكش كما احمل المغرب واحمل كل الإنسانية في قلبي، ومراكش طبعا هو المنطلق. هو هذا العمل مميز
لأن في كتبنا التاريخ ولكن لم نكتب الحضارة، هذا شيء مختلف. هذا الكتاب يتحدث عن الحضارة. الحضارة في الحقيقة كتاباتنا في المغرب كلها تهمل هذا الجانب، وأنا أردت. وطبعا الحضارة هناك مجموعة معطيات للتعبير عن الحضارة وكيف تترسخ وتستقر أمة بحضارتها. ومراكش من أمبراطورية عظيمة، أمبراطورية عظيمة في التاريخ، استمرت مراكش وحدها عشرة قرون في التاريخ، وكانت مركز أمبراطورية الغرب الإسلامي. إذن كانت تصب فيها حضارته ونابت في مراحل كثيرة على الحضارات اللي كانت العصور الوسطى. كانت عصور الظلمات سادت في الآفاق في العالم، في أوروبا وفي غيرها، ولكن في المغرب ظلت هذه الحضارة نشيطة غنية مبدعة، بل أهم من ذلك أنه استقطبت، لأن عادة المجتمعات تبحث عن مركز الحضارة ومركز النشاط. الآن الجميع يتجه نحو الولايات المتحدة لأنها مركز الحضارة المعاصرة. آنذاك كانت مراكش مركز الحضارة المعاصرة، بذلك استقبلت من مختلف أنحاء العالم العرقيات والجنسيات، وبذلك استقبلت حضارات وتفاعلت داخلها حضارات، لأنه كان العلم كانت مركز علمي قوي، وبذلك تأسست جامعات، لأن كانت الحاجة لم يعد فاضت. كان يكفي أنه الجامع الأول اللي هو جامع الفناء تأسس بجانبه حي الكتبيين، حي كامل لصناعة الكتاب ولترويج الكتاب ولاستنساخ الكتاب وللتعريف بالكتاب، مثل هذا العمل الذي تنهض به الآن هو اللي كان يجري في جامع الفناء. آخر سؤال، أنت أول أستاذة جامعية في تاريخ المغرب، في الستينات ما كانش المأمورية ديالك سهلة، كانت مقاومة من كل شيء، يعني من الأساتذة رجال، من الطلبة رجال. واش الأمور تغيرت الآن؟ كانت تجربة مهمة، أن امرأة وصبية، أنا ذاك صبية، تدخل الوسط الجامعي بين الرجال، بحيث كان هناك نوع من كانت صعوبات كبيرة ومتعددة المرجعيات، ولكن على كل حال هناك تطور كبير لا علاقة أبدا ما بين الماضي والحاضر. الحمد لله المغرب يتطور، ومكتسبات النساء تنمو كل يوم وبشكل متعدد، تجلياته متعددة جدا تظهر في كل شيء. شكرا على هذه اللحظة الجميلة. غادي نختار ديوان أن نأخذه، هدية، أعطيت هدية لنفسي. شكرا على هذه اللحظة أستاذة مليكة، وإن شاء الله نتلقوا في فرصة قادمة. يا أخي تستحق مشي ديوان أكثر، لأنه الذي يفكر في برنامج عن الكتاب هذا مثقف بكل تأكيد، وأشكرك وأشكر المؤسسة التي سمحت لك بإنجاز برنامج عن الكتاب. شكرا.